السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احوال جيده باذن الله. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو اللي هو مغاير على الفيديوهات اللي سبق ليا حطيت. اليوم الفيديو غادي يكون غادي شويه لداكشي ديال الديكور. اليوم البنات اختاريت باش نهضر لكم على الاخطاء اللي كنديروا او الاخطاء الشائعه اللي كيديروا بزاف ديال الناس فاش كيبغيو يصايبوا واحد السيجور. غادي نهضروا على سيجور اولا كيف ما تنقول بالعربيه غرفه المعيشه. هاد السيجور اللي تيكون بحال واحد شكل واحد الصالون صغير، واحد القعيده اللي كنديروها وكنبغيوها تكون تجينا زوينه اللي كنقعدوا فيها كل نهار، وفي نفس الوقت علاش لا كنستقبلوا فيها الضيوف ديالنا. اذا انا البنات انا هنا غادي نهضر معكم واحد شويه على بعض الاخطاء اللي كيديروها بزاف ديال الناس ويقدر ما كيردوش ليها البال، اللي كتخلي لهم الديكور كيبان ماشي هو هذاك. خليكم معايا، غادي نبداو باول حاجه. والخطا الاول البنات اللي كنديرو اللي هو الريدو. الريدو البنات فاش كنبغيو نركبوه في السيجور، سواء في السيجور او لا حتى في الصالون، انا كنفضل يكون ريدو اللي هو عريض، باش ما كان الريدو عريض كيعطي واحد الفخامه لهذيك البلاصه اللي غادي نفرشوا لهذاك السيجور ولا هذاك الصالون. اذا البنات الريدو اول حاجه، واخا يكون عندنا السرجم صغير نحاولوا نديرو الريدو كبير، يجي واخا يكون عندنا هذاك السرجم صغير في السونتر، نمشيو حنا غادي نديرو الريدو اللي ناخذ العرض كامل ديالنا كبيره، واخا يكون الفضاء صغير كيبان لينا الفضاء كبير. وثاني حاجه البنات بالنسبه للريدو، ما نجيوش يكون السرجم هكا ونحطو عليه الريدو مباشره، لا نحاولوا باش ما كان عندنا العلو كيجي الريدو واعر. يعني كيكون عندنا مثلا السرجم هو هذا، كنطلعوا نحاولوا نطلعوا حتى للسقف عاد باش نحطوا هذيك لابار ديال اللي كنركبوا عليها الريدو. كاينه واحد بالنسبه للناس اللي عاد كيبنيو او لا هذا، انا كنفضل واحد القضيه كيديروها كيديرها القباص، كيسميوها جو كخوا جوانكرو. جوانكرو اللي هو واحد الفراغ اللي تيكون بين الحيط وتيجي لقدام هكا واحد الفراغ، وتيكون واحد لابارتي تاع القبص اللي هي هابطه كنعلقوا فيها الريدو. غنخلي لكم الصوره هنا غادي تشوفوها باش تفهموني اكثر. وكنعلقوا كيجي هذيك لابار ديال الريدو مغطيه، هذيك الا كانت غتكون عاوتاني حاجه غتكون حسن. مي سينو الا ما كانش نقدروا نديروا الريدو نطلعوا حتى للسقف، في حاله ما بغيناش نديروا الريدو لاصق مع السقف، غناخذوا ديك المسافه اللي تتكون بين السرجم وبين السقف ونقسموها على جوج بالنص، عاد نركبوا هذيك لابار تاع الريدو. انا غنخلي لكم الصور هنا باش تفهموني اكثر. حاجه اخرى البنات، الريدو باش ما كان طويل تيعطي مظهر احسن، ما نجيوش نديروا الريدو على قد الشريجيم هكا تيبان بحال تيبان قصير، تيبان بحال ضيعنا المساحه، فهمتوني البنات؟ بحال المساحه ضيقناها. باش ما كان الريدو طويل يعني ما نكرهوش نديروه من السقف ويقيس حتى الارض. يعني بالنسبه الى كان شي باب ديال شي بالكون او لا شي سرجم اللي هو طويل، نحاولوا نديروا الريدو من الفوق حتى لتحت، هكا كيعطينا لي واحد المظهر اللي هو تيعطينا مظهر فخم، وكيعطينا حتى المكان كيبان واسع. اذا هادشي اللي غادي نقول لكم البنات، الريدو ديما نعقلوا عليها قاعده هو العرض والطول، هذه حاجه. ثاني حاجه بغيت نهضر عليها اللي كان عليا في الصراحه نبدا بها هي الاولى، واللي هي الصباغه ديال الحيط او لا ديال السيجور اللي بغينا نفرشو. انا كنفضل بان الصباغه تكون لي شي لون اللي يكون هو نيود، نشوف شي حاجه اللي باستيل، شي حاجه اللي بارده اللي ما نحلوش، باش حتى الا بغينا نفرشو ما نوحلوش في هذاك اللون ديال الفراش، يولي اللون ديال الحيط مغلوق والفراش مغلوق وتولي عندنا الروينه في الالوان. كنفضل بان اللون ديال الحيطه البنات يكون نيود، نمشيو في البيض في البيج في الكريمي في الكري بارد، او لا حتى الا مثلا بغينا نديرو الالوان او لا كيعجبونا الالوان بزاف، ناخذ مثلا اللون اللي بغينا. بحال مثلا حنا كنحماقوا على الزرق، غنمشيو للزرق ولكن غناخذوا افتى
مرتاح درجه فيه، اللي كيكون تقريبا بحال بلوسيال، شي حاجه اللي بارده بارده بزاف، هذا الشيء في حاله الا كانوا عزيز عندنا الالوان. لي سينو نخليونا في الباج، خليونا في الكري بارد، هكا ما كنوحلوش في الفراش. حتى الا فرشنا درنا دي كولور كيجيونا مع هذا، مع الصباغه اللي دايرين مع دايرين في الحيط. وثاني حاجه الخطا اللي كنوقعوا فيها البنات هو الطفريشه. فاش كنبغيو نفرشو مثلا كنديرو دي فوتوي هكا، وكنديرو الزريبيه كتكون صغيره، يا اما كنديروها صغيره يا اما كتكون كبيره خارجه على هذيك الطفريشه اللي درنا، ما كتجيش زوينه البنات نهائيا، ما كيجي زوين. احسن حاجه هي الزربيه تكون قدها قد الطفريشه اللي دايرين. باغ اكزومبل دايرين حنا واحد الفوتوي ال، غنخلي لكم التصويره هنايا، فوتوي ال، نجيبوا هذيك الزربيه يكونوا داخلين فيها كاع لي بياس اللي حنا مفرشين فيها. فهمتوني البنات؟ يعني بحال مثلا يا اما يجيو الفوتوي ال مباشره فوق الزربيه، وتا لا طابل داخله، كلشي داخل في هذيك الزربيه. الا كاع ما قدرناش نقدروا مثلا يجي الزربيه على الحافه تاع الفوتوي، حتى هكذا كيجي زوين وكيجي راقي. كيتحط الفوتوي كتحط الزربيه مباشره على الحافه، وكيكونوا لي بياس داخلين. الا عندنا شي كراسه نقدروا او موان ندخلوا هذوك الرجيلات القداميين يكونوا فوق الزربيه، كيجي احسن. ما نديروهاش صغيره وما نديروهاش ثاني كبيره، هكا كان ديك الزربيه فاش كيكونوا داخلين فيها لي بياس كاملين بحال كنحددوا هذاك لي سباس اللي عندنا، ما كيبانش صغير نضيعوه، وما كيبانش كبير، ما كيبانش كبير عاوتاني بحال ضيع فيه هذاك الفراش. هذه ملاحظه. نقدروا نديروا حاجه واحده اخرى، نديروا يا اما زربيه كبيره ومنين تكون عندنا لا طابل نقدروا نعاودوا نحطوا فوق منها زربيه قياس هذيك لا طابل. هذه كيديروها بزاف الناس في حاله مثلا كانت الزربيه اللون ديالها مغلوق بزاف، مثلا مغلوق بزاف، وكنقدروا نزيدوا ديك الزريبيه هكا في الوسط فوق منها لا طابل، كتفتح لينا بحال كنقولوا كتهرس لينا هذيك لا كولور تاع الزربيه اللي كتكون كبيره ومغلوقه. هذه من جهه. وعندنا واحد الخطا واحد اخر عاوتاني كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، هو هذيك لا طابل اللي كنحطوا في ديك السيجور اولا هذيك القعيده. بعض المرات ما كنعرفوش حجم ديال الطبله اللي خصنا نحطوا في هذيك في هذاك لي سباس. انا كنفضل البنات بحال مثلا عندنا هذيك القعيده بفوتوي، انا تندوي لكم على ان سيجور اللي هو عصري اللي تقدروا تستعملوه يوميا وفي نفس الوقت تستقبلوا فيه الضيوف ديالكم. يعني كيجي شي حاجه اللي زوينه بحال صالون، صالون عصري باغ اكزومبل، صالون عصري يعني تفركسوا عليه شي شويه باش يجينا في الديكور زوين. اذا هذيك الطبله البنات بعض المرات كنلقاو شي ناس اللي دايرين مثلا الطبله كتكون كبيره على الجلسه، كبيره على لي سباس اللي مفرشين، لدرجه ان هذيك الطبله اللي ما كتعطيكش واحد المساحه ملي كتجلسي فوق الفوتوي كتزحمك الطبله، مع سميت كتولي داخله مزاحمه انت بين الطبله وبين بين الفوتوي وبين الطبله. اولا العكس كنلقاو مثلا الطبله صغيره وهاربه على هذاك لي سباس اللي كتخلينا نتعذبوا، بحال مثلا قعدتي في الفوتوي خصك تنوضي حتى تهزي واحد الكاس، او لا تنوضي حتى ترجعي الكاس لبلاصتو عاد باش ترجعي. هنا كتولي عندنا القعده ماشي مريحه. هذا الشيء علاش لا طابل ناخذوها تقريبا في قياس مثلا عندنا الفوتوي على قياس تاع الفوتوي، ونديرو بحساب ان خص يبقى لينا واحد لي سباس بين القعده وبين الطبله القياس اللي نوض ونحط ونرجع نجلس، ما تكونش هذيك الجلسه اللي هي معذبه. مي سينو الا كان عندنا واحد مثلا اسباس كبير وهادي كنطيحوا فيها حتى هي بزاف، تيكون عندنا واحد الاسباس كبير وكنديروا فيه طبله كبيره ومع ذلك كتجي بعيده على القعده كيف ما قلنا، هنا نقدروا كنديروا بحال دوك لي سوندغيي او لا طبيلات صغار هكا باش تيلا جاو عندك الضياف ما تتكونيش معذبه. يعني مباشره كتحطي لهم في هذوك الطبيلات الصغار وكتعاوني بلا ما يبقاو هما ينوضوا يهزوا ويحطوا ويرجعوا. هذه ملاحظه البنات. عندي واحد الملاحظه عاوتاني واحده اخرى اللي حتى هو تيكون خطا كيديروه الناس بزاف بالنسبه للحائط اللي تنكونوا تنفرشوا عليه هذيك كنفرش كنحطوا الفوتوي كنبغيو نديروا ليه الديكورات. بعض المرات كناخذوا هذاك الحائط كنديروا فيه واحد الديكور اللي هو صغير وتيكون الحيط عندنا كبير، يعني كنضيعوا كنقزموا هذيك المساحه. ما عرفتش كنقول لكم ليها بحال لا
كان مسخو داك لي سباس، وداك لي سباس كيضيع لينا ملي كنعلقوا فيه واحد الطابلو اللي هو صغيور والقعده كبيره. واش كتخيلوا معايا البنات؟ انا غنخلي لكم انا التصاور هنايا. دونك البنات من 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 بقاوش نتزقرموا على لي سباس، عندنا حيط اللي هو كبير غادي ندير فيه لوحه كبيره. انتما بحال غنوريكم التصاور هنايا، غادي ندير لوحه كبيره اللي غتشد ليا هذاك لي سباس كاملو، كتجي عاطيه للعين وكتبين ليا واحد الفخامه وكتبين القعده زوينه، كتبين لي سباس اللي هو واعر. الا ما قدرناش نديرو لوحه كبيره، نقدر ندير مثلا لوحه هنايا وندير حداها لوحات اللي هما صغار بحال هكا، اولا لوحات باشكال مختلفه واللعبان على دوك الاشكال. ليسونسييل هما يشدوا ليا هذاك لي سباس العرض تاع هذاك الحيط. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. كاين اللي ما كيبغيش يدير بالنسبه للحيط، كاين اللي ما كيبغيش يدير لي طابلو، كيبغي يدير المرايات. بالنسبه للمرايات هما نفس الشيء، يا اما ندير واحد المرايه اللي هي كبيره، اللي المرايه اصلا كتعطينا واحد واحد الشوفه، واحد الاحساس بالوسوعيه ديال لي سباس. نقدروا نديروا مرايه كبيره على قد هذاك الحائط اللي حنا فرشنا. الا ما قدرناش حتى هي، نديروا مرايات باشكال مختلفه ويكونوا في هذاك لي سباس، حتى هذه القضيه كتجي زوينه بزاف. وحاجه اخرى البنات اللي بغيت نهضر لكم عليها، بعض المرات كنطيحوا في داك الفخ ديال الالوان وديال لي موتيف. مثلا كندير انا الريدو فيه لي موتيف ديجا، يعني فيه شي زواقات، فيه الوان مخلطه. يعني الا درت الريدو فيه الوان مخلطه وفيه دي موتيف اللي هما كثار، سي با لا بين باش الفراش حتى هو نشارجي، يعني كيبان داكشي كله 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 مشارجي. فهمتوني البنات؟ يعني صافي درت الريدو فيه الزواق، نلعب على الفراش يجي سامبل. والعكس صحيح، درت الريدو اللي هو سامبل، نحاول نلعب على الفراش يكون سامبل، وندير الزواق في المخدات، ندير الزواق عطلة، ندير ديكو، ندخل ديكورات عطلة سميتو فاش نلعب. ونصيحة من عندي البنات، نصيحة من عندي، اللي بغى الديكور يجي زوين ديما يلعب على السامبل، ما نمشيوش شي حاجه مشارجيه وما نمشيوش شي حاجه كثيره، منا حنا ما تنكونوش مرتاحين. حتى الالوان كتلعب دور في النفسيه ديال الانسان، يعني ما نمشيوش نبقاو نشارجيو 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 ونتسناو شي حاجه تخرج لينا زوينه، نمشيو في السامبل وان شاء الله الديكور يجي واعر. الصباغه ديال الحيط نلعبوا على شي حاجه باستيل، الريدو نحاولوا نديروا لي ديغرادي، نلعبوا بلي ديغرادي ديال الالوان، ندخلوا شي حاجه فيها لي موتيف في الفراش، نزيدوا الديكورات، يعني نحاولوا داكشي يكون متناسق، ما يجيش لون بعيد على لون او لا. هذا الزربيه وكذلك نحاولها تكون مثلا لعبت على السامبل في الفراش، ندير الزربيه شويه تكون فونسي، تكون فونسي كتجي حتى هي زوينه. واحد المساله اللي هي ديال ليكليراج اللي هي مهمه بزاف بزاف، بحال مثلا داك السيجور عندنا فيه لي سبوت او لا عندنا فيه شي تريه اللي كتجي الوسط، هذيك كتكون تريه رئيسيه اللي كتعطينا واحد الضوء اساسي، وغالبا ما تيكون هذاك الضوء مجهد. نحاولوا حنا كتكمله للديكور، وحتى بالنسبه مثلا بينا ندير واحد الفضاء اللي نقراو فيه، نديروا واحد لي سباس اللي صغير في هذاك السيجور، ونحاولوا نديروا واحد الطبيله اللي هي كتجي مثلا في الجنب، نديروها جانبيه ونحطوا عليها واحد الاضاءه اللي هي تتكون خفيفه، نخليوها مثلا الا بغينا نقراو بلا ما نشعلوا لي سبوت، بلا ما نشعلوا التريه اللي تيكون داك الضوء مجهد. مثلا كنا بغينا غير نجلسوا نشوفوا شويه في البورطابل، نقراو شي كتاب او لا، هذا تندير واحد الاضاءه اللي كتسمى اضاءه جانبيه، اللي كتعطي حتى هي واحد المظهر زوين، وكتعطي تتكمل لينا الديكور ديال السيجور ديالنا. ونرجع لكم البنات المساله ديال الالوان اللي هي بالنسبه ليا والله العظيم الا اساسيه اساسيه بزاف. واحد القضيه عاوتاني، بارفو كنبقاو نديرو مثلا واحد السيجور ولا واحد القعيده اللي كلشي فيها تيجي في نفس اللون، كنديرو مثلا درنا الريدو في الباج، كنديرو الفراش في الباج، الزربيه في الباج، هكا البنات فعلا كيجي ما زوينش والله العظيم، كيجي ما زوينش نهائيا. نحاولوا نبدلو، ماشي ضروري درت مثلا ريدو في الباج نعاود ندير الفراش في الباج، نعاود ندير المخدات في الباج، ما كيجيوش نهائيا. نحاول نهرس هذوك الالوان ونمشي على الديغرادي، وكل لون كل لون اللي خديته مثلا باستيل في الفراش ندخل عليه واحد اللون اللي هو فونسي، اللي هو كيخرج لينا هذوك الالوان.
وهكا كيجينا الشكل اللي هو صدقوني كيجي زوين زوين، وتيكون عندنا اسباس اللي راقي واللي زوين في الشوفه، وكنلعبوا على هاد الحويجات اللي هما كيبانوا لينا بسط، ولكن في نفس الوقت كنحترموهم باش كيعطيونا واحد الاسباس اللي هو كتشوفو كيبان لك كيبان لك زوين وكترتاح فيه وتقدر تستقبل فيه الضيوف ديالك. اذا البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي حاولت نبدل فيه ونخرج شويه على الفيديوهات اللي موالفه كندير. الى عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات البنات عافاكم ما ترددوش خليو لي لي كومونتير لتحت وقولوا لي الى عجبكم هذا النوع ديال لي فيديو نبقى نحط لكم. انا عزيز عليا شي حاجه سميتها الديكور وكنحماق على الديكور وكنحماق على الالوان وعلى اي حاجه فيها الالوان اي حاجه زوينه. دونك البنات كان هذا هو نهايه الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى من الناس اللي يلاه كيشوفوني يخليو لي تعليقات يشتركوا يفعلوا زر الجرس باش يوصلهم جديد ديالي. خليتكم على خير الى اللقاء.